leadership. leadership دي كلوز رقم 5. الايزو يهمه في ايه في leadership دي؟ الايزو عاوز يطمن ان الاداره العليا للشركه ملتزمه بمتطلبات الكواليتي ولا لا. يعني هل الاداره مهتمه بمتطلبات الكواليتي ولا لا؟ فانا بالنسبه لي لو الاداره مش مهتمه بمتطلبات الكواليتي او مش بتهتم ان هي تعمل لها سبورت او مش بتهتم ان هي تنشرها في الشركه، فبالتالي انا مش هقدر انفذ الكواليتي في الشركه، لان اصلا اكبر حد في الشركه مش مهتم بحاجه زي كده. ازاي هتطلب من العاملين اللي شغالين في الشركه معاك ان هم يهتموا بحاجه زي دي؟ فقلنا ان ايزو هاوس يطمن ان الاداره العليا للشركه ملتزمه بمتطلبات الكواليتي. في بعض الرؤساء بيعتقدوا ان الجوده بتتعارض مع المكاسب الماديه للشركه وان الجوده بتعطل الشغل، بس ده غلط جدا، لان احنا بنقول كواليتي از فري. الكواليتي مش فيه، مش معنى ان انت مش بتدفع فيها حاجه، الكواليتي از فري لانها مقارنه بالتكاليف اللي ممكن تطلع لي في ان انا مثلا ما عنديش دوكيمنت سيستم مظبوط، او ان انا ما عنديش دوكيمنت، او ان انا حصلت لي مشكله عشان حد اتعامل بدوكيمنت عندي مش ابديتد او ان هي مش صح، التكلفه هتبقى بتاعتنا عاليه جدا عن بالمقارنه بان هو دفع التكلفه دي ان هو يعمل مانجمنت سيستم او ان هو يعمل كواليتي عنده او ان هو يدخل الايزو عنده الشركه. فبالنسبه له ان الكواليتي كده بالنسبه له فري. فاول حاجه احنا بنتكلم فيها التزام الاداره العليا بتنفيذ وتطبيق الكواليتي في الشركه. الشركه مطلوب، الاداره العليا مطلوب منها شويه حاجات علشان نقول ان الكوميتمنت، ان المانجمنت كوميتمنت هنا متوفر في الكلوز دي. اول حاجه اداره الشركه مسؤوله عن تنفيذ نظام اداره الجوده. اداره الشركه لازم هي اللي بتنفذ اداره الجوده، لازم يكون في مسؤول، حد من المديرين بتوع الشركه هو اللي مسؤول عن تنفيذ اداره الجوده، ويكون هو مهتم بان هو يتاكد من ان ده متنفذ، علشان لو هو ما عملش كده مفيش اي حد تاني هيقدر يعمل التاسك دي مكانه. فاول حاجه قلنا ايه اللي بيبين التزام اداره الاداره بالجوده؟ هنقول اول حاجه الشركه مسؤوله عن تنفيذ نظام اداره الجوده في الشركه. الشركه مسؤوله عن التاكد من وضع السياسات والاجراءات اللي بتضمن بيها تنفيذ الجوده بشكل فعال. لازم الشركه تحط سياسه وتحط قواعد واجراءات علشان تضمن ان الجوده هتنفذ بشكل صحيح في الشركه دي، واللي مش هينفذ التعليمات بتاعه الجوده او الاجراءات دي لازم يتعرض لعقوبه، لخصم، لاي حاجه من الحاجات دي. هي دي لو جت شركه، لو جت الايزو فتشت ولقيت ان في حد كان ما التزمش باجراءات الجوده وان الاداره العليا وقعت عليه عقوبه ايا كانت العقوبه دي، ساعتها كده هو هيتأكد إن الإدارة دي بتنفذ الجودة بمفهومها الصحيح. تالت حاجة، إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد إن كل الإجراءات والسياسات اللي محطوطة في الشركة لا تتعارض مع متطلبات الجودة. بمعنى إن أنا ما ينفعش إن أنا أكون عندي إجراء مثلا في الشركة بيتعارض مع أي طلب من متطلبات الجودة. يجي مثلا نقول إن مثلا حاجة في الإدارة المالية ان احنا مش هنعمل دوكيمنت او مش هنحط الحاجه على السيرفر علشان دي اداره ماليه مثلا، وان الحاجات اللي موجوده وان الارقام والدوكيمنتس اللي موجوده فيها حاجه توب مانجمنت، ما ينفعش اي حد من الاداره الثانيه يشوف. فبالتالي هنحتفظ بالدوكيمنتس بتاعه الناس بتوع الاداره الماليه على اجهزتهم مش على السيرفر او مش على السيستم. دي طبعا حاجه كده بتتعارض مع اداره الجوده. احنا ممكن نحتفظ بيها على السيستم بس ممكن نعملها سيكيورتي بحيث ان محدش يقدر ياكسس الداتا دي غير بس الاشخاص دول. فبالتالي كده انا عملت اكشن مش بيتعارض مع الكواليتي، وفي نفس الوقت انا طبقت نفس البوليسي اللي انا بطبقها في الشركه. تمام. اداره الشركه مسؤوله عن دراسه وحساب كل المخاطر اللي ليها تاثير سلبي على الجوده. بنقول ان اداره الشركه هنا هي اللي مسؤوله ان هي تحاسب او ان هي تعمل الدراسه عن كل المخاطر اللي احنا ممكن نواجهها لو الشركه دي، لو الجزئيه دي ما اهتمتش بالكواليتي، لو ان حصل مثلا اي تاثير سلبي عليها. فلازم الشركه، لازم اداره الشركه هي اللي تكون مسؤوله عن ده. تمام. اداره الشركه مسؤوله عن توفير الموارد اللي بتساعد على تنفيذ الكواليتي بشكل فعال. إدارة الشركة هي اللي بتوفر الموارد في كل حاجة، فلازم برضو هتوفر الموارد
عشان تساعد على تنفيذ الكواليتي. بتوفرها ازاي؟ توفرها ان هي تعمل ديبارتمنت مسؤوله عن الكواليتي بشكل منفصل عن كل الادارات الثانيه، ان ما ينفعش ان تبقى في اداره بتفتش على نفسها، ما ينفعش ان تبقى في اداره ليها تاسك بتعمل التاسك دي وبرده هي ماسكه اداره الجوده معاها عشان هي بتفتش على نفسها، لازم تكون اداره منفصله. فبالتالي ده لازم ان هي تحدد الموارد او توفر الموارد الخاصه للجزئيه دي. 6، إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد من وصول كل المعلومات لكل واحد في الشركة ليه تأثير على الكواليتي. مين اللي ليه تأثير على الكواليتي؟ كل الناس في الشركة ليهم تأثير على الكواليتي. كل الناس في الشركة لازم تبقى عارفة أهمية الكواليتي، لازم إن هي تبقى قادرة إن هي تتعامل فيه، ولما تتسأل فيه تعرف تجاوب وتقول هي إيه. هنجيلها بعد كده هنجيلها كمان بعد كده شوية في الحتة دي بتاعت الأويرنس. بس برضو هي إدارة الشركة هي اللي مسؤولة إن هي تعرف كل الناس بالكواليتي. 7، إدارة الشركة مسؤولة إن كل موظف في الشركة عارف مسؤولياته تجاه الكواليتي، وجزء من مهامه اللي بيتحاسب عليها هي مراعاته لمتطلبات الكواليتي في شغله. لازم الشركة زي ما بتحاسب الموظفين على التارجت اللي هما مش بيحققوه، لازم برضو تحاسب الموظفين على الكواليتي، القواعد بتاعت الكواليتي اللي هما مش بينفذوه، على الحاجات اللي هم مش بيتبعوها. يعني مثلا ما ينفعش مثلا حد هي انا عندي مثلا في الكواليتي سيستم بتاعي بيقول ان السيستم بيقول ان اي موظف هيكون هياخد اجازه ان هو بيقدم فورم معينه كده تتمضي من مديره، تتمضي من الاتش ار عشان يشوف البالانس بتاعه الافيلبل دايز الموجوده عنده ويقدمها لمديره المباشر بيوم مثلا بحاجه مثلا بتقول قبلها بيومين مثلا لو هي مش امرجنسي. ما ينفعش بقى انا اجي على موظف او على ديبارتمنت الاقيهم هم بيجوا يقدموا اجازاتهم بان هم بيبلغوا مديرهم بالتليفون، او ان هم بيبلغوا بس ان هم بيبلغوا كده اقول ان هم هياخدوا اجازه من غير ما يبقى في سيرتيفيكت بتقول كده، وبنعتمد ده في الاتش ار وبنعدي. طبعا ده ما ينفعش. لازم الموظف اللي مش هيقدم الشهاده دي او مش هيقدم الاجازه دي او الطلب اللي هو المفروض ان هو يتعمل ده بيعتبر ان هي دي غياب، او ان هو مش هياخد، ان هو بيبقى له اكشن تاني بيتعامل بيه، ان هو ما ينفعش ان هو يعدي، ان يبقى هو ده الاتيتيود اللي احنا بنتعامل بيه. تمام. 8، اداره الشركه مسؤوله على ان اهداف الجوده تتحقق وتوفر الموارد المطلوبه دي، اتكلمنا فيها قبل كده. اداره الشركه مسؤوله عن رعايه عمليات التطوير والتحسين. احنا قلنا برضو ان الشركه من مسؤولياتها ان هي لازم توفر وتراعي وتعمل سبورت لعمليات التحسين والتطوير. ما ينفعش شركه تفضل ماشيه على السيستم اللي هي شغاله عليه من غير ما تعمل اي تحسين ولا اي تطوير. الدنيا يوم عن يوم بتتغير، بيظهر سوفت ويرز جديده، بيظهر منافسين جداد، بيظهر كل حاجه بتظهر كل يوم عن يوم بتجد. فاحنا لازم نبقى لازم اداره الشركه بتكون بتراعي العمليات التطوير دي، وان هي لازم تبقى بتدي لها سبورت وبتدي لها الاهميه وبتدي لها بريوريتي في الاول ان هي تعمل الكلام ده. تمام. طيب ازاي تفتيش الايزو بيعرف ان الشركه دي بتعرف يعني ان هي مهتمه بده ولا لا؟ مش لازم ده يكون مكتوب، يعني مش لازم اداره الشركه تكتب ده، الكلام ده تكتبه في كلام، تكتبه في ورقه وتقول ان هو ده، طالما هو كده مكتوب يبقى اداره الشركه بتاخد ده في الاعتبار. لا، هي بتيجي تلاحظ ده في كتير، بتيجي تلاحظ لما الشركه بتحاسب الناس على التارجت ومش بتحاسبهم على الكواليتي، لما بتلاقي الناس ان الشركه بتعدي حاجات للناس عن زي الاجازات وزي الحاجات والفورمز والكلام ده، ومش مش بتخليهم يقدموا فورم كامله او بطريقه منظمه زي ما الكواليتي بتقول. فده بيبان من اهتمام، هل فعلا الاداره مهتمه بده ولا لا؟ الاورنس بتاع الناس، بتشوف الاداره هل الاداره مهتمه ان هي تعمل اورنس للناس بالكواليتي ولا لا؟ هل هي مهتمه ان كل الناس تبقى عارفه كل حاجه عن الكواليتي، ولا الناس بتوع الايزو لما بيدخلوا يسالوا اي حد عن الكواليتي وكأنهم أول مرة يسمعوا الكلام ده؟ فده كله بيبين هل فعلا المانجمنت بتاع الشركة دي مهتمة ولا لا. 2، الكاستمر فوكس، التركيز على احتياجات العميل. بمعنى ان الشركة لو منتجها او خدمتها بترضي العميل، الشركة هتكسب وهتكمل. الايزو بيبقى محتاج ان هو يشوف هل الشركة مهتمة برأي العميل ده ولا لا، وده بيبان عندنا في حاجتين. الشركة ممكن تعمل حاجات علشان تعرف الريكوايرمنت، ممكن تعمل مثلا سيرفي علشان تعرف الريكوايرمنت، سيرفي تعرف الريكوايرمنت بتاعت الكاستمر تبقى عباره عن ايه.
ممكن تعمل مثلا ميتنج، مثلا اكتر من ميتنج، علشان تفهم هو ايه بالظبط الطلب بتاع العميل، عاوز يبقى شكله عامل ازاي، عاوز مثلا يعملوا سيرفي مثلا عشان يعرفوا الطلبات العميل بشكل مفصل، بيعملوا ميتنجز مثلا اكتر من ميتنج علشان يقدروا يوصلوا لطلباته بشكل سبيسيفيك وشكل محدد، علشان يعني ما يبقاش فيه طلب مختلف. تمام. فهنا الشركة بتقول او الايزو هنا بيقول ان الشركات بتقدر تعمل موضوع الكاستمر فوكس ده عن طريق حاجتين، اول حاجة كاستمر سيرفي، تاني حاجة كاستمر كومبلاين. اول حاجة كاستمر سيرفي ده STBM، بتسألهم عن مدى رضاهم عن المنتج ده. حضرتك في اي شركة من شركات الاتصالات لما بتكلمهم وبتسألهم عن بتكلمهم بتكلم خدمة العملاء علشان تطلب منهم طلب او تسألهم على حاجة، بيجي لك مكالمة بعد المكالمة دي بيسألك عن مدى رضائك عن خدمة العملاء في المكالمة اللي فاتت، وبيقول لك حددها لي من 1 لـ5، تمام، أو من 1 لـ10 على حسب رضاك أنت عن العملية دي. فده كده ده احنا بنسميه هنا استبيان، إن هو عاوز يتأكد إن الخدمة اللي حضرتك خدتها بطريقة صحيحة، أو إن هي فعلا ردت يعني نالت رضا. تمام. حاجه تانية الكاستمر كومبلين. كاستمر كومبلين ده هي بتبقى عباره عن قناه انت بتفتحها علشان تتلقى فيها شكاوى العملاء، بمعنى ان هو مثلا حضرتك بتحط رقم مختصر مثلا او ايميل او صندوق مثلا الشكاوى او اي حاجه من كده، وهم اي طريقه من الطرق حضرتك بتحددها علشان تقول ان لو اي حد عنده مشكله يتوجه للطريقة الفلانية علشان يقدر يبين أو يعرف إدارة الشركة إن هو عنده مشكلة الفلانية في الحاجة دي، إن هو هنا مش راضي عن الحاجة دي. تمام. فبالطريقتين دول الأيزو بتتأكد إن الشركة هنا بتحرص على رضا العميل، أو بتحاول إن هي تقرب وجهات نظر العميل، أو إن هي مهتمة برضا العميل. نيجي بعد كده نتكلم عن البوليسي. الايزو بيلزم الشركه انها تكتب البوليسي وتؤكد على التزامها بكل متطلبات الجوده والستاندر، زي تحديد اهداف الجوده والالتزام بالتحسين المستمر وتحقيق رضا العميل والالتزام بالقوانين. في شركات بتكتبها كنوع من الدباجه كده وبتعلقها في الشركه كشهاده، وفي شركات مهتمه ان هي تخليها كبوليسي، بتحط لها نقط كده وبتعرف ان هي تنفذها بطريقه ما، وبتعدلها مع الوقت عشان توفي احتياجات الجوده، وبالشركة بعد كده بتعتبرها إن هي ميثاق بتلزم نفسها بيه. تمام. بعد كده رقم 3 responsibilities، أو إن هي نشر السياسة. إدارة الشركة ملتزمة بنشر السياسة في كل الشركة، تعرف سياسة الشركة اتجاه الكواليتي وتلتزم بيها وتعلقها في كل حتة في المكان، أو تجمع إن هي تجمع الموظفين وتشرح لهم، أو إن هي تجمع الموظفين وتحفظهم البنود بتاعت السياسة بتاعت الشركة. الأيزو بيقيس هل السياسة موجودة ومنتشرة بين الناس ولا لا. مش لازم تكون مكتوبة، هي لازم يعني هو مش لازم، هو لازم تكون مكتوبة، بس مش لازم تكون مكتوبة بس، لازم تكون مكتوبة وكل الناس اللي حواليهم عارفين البوليسي دي عبارة عن ايه، عارفين اتجاهات الشركة فين، عارفين الاهتمامات بتاعت الشركة فين، عارفين الفوكس بتاعها فين. تمام. فالايزو كمان لازم بيقيس ان هل السياسة دي منتشرة في كل الشركة ولا لا. طيب هو ايه اهمية ان البوليسي دي تكون منتشرة ولا مش منتشرة في الشركة؟ اهميتها ان الراجل بتاع الايزو لما يدخل الشركة يحس ان الكواليتي جزء لا يتجزأ من الشركة، مش ان هي حاجة بتتعمل بس عشان ناخد شهادة ونعلقها وخلاص على كده الموضوع خلص على كده. تمام. فدي حاجة مهمة جدا من ضمن الكلوزز الإلزامية بتاعة الأجل.